حياكم الله مجددا في أهلا بالعرفج. وصلنا معكم إلى فقرة المشي مع العرفج. هذه المرة الفقرة أيضا مميزة ومختلفة، وإحنا عودناكم على الاختلاف في مجالات واهتمامات ومواهب من يمشون مع العرفج، يسمى ملك الفلاشات. أتوقع أن هذا اللقب مجرد ما يطلق عرفتم صاحبه، الإعلامي إبراهيم الفريان مشى مع الدكتور العرفج. خلونا نشوف وش قاله. يا جماعة أنا مع حبيبي أبو صالح رايحين المسجد نصلي، وقلت فرصة فقرة المشي. أبو صالح تتهم أنك أنت ما تمشي كثير، هل هذا صحيح؟ والله السبب يعني أصدقائي. ليه؟ هذا هو هذا هو. ما يخلوك تمشي؟ طلع طلع ذا الدب. ايه؟ هذا ما يخليني أمشي. دايم ياكل كبسة. أيوة. ويخلينا ما ننام، ليه سابرنا انا وياه؟ طيب نبغاك انت قدوه للشباب، نبغاك تقول لهم انه اهميه المشي. جسمك ما شاء الله رشيق. الحمد لله، والله يعني انا اعتقادي اهميه المشي هذه مهمه. لا طيب اله الا الله. في قرارات اتخذتها وانت تمشي؟ اي بمشيئه الله كثير. مثل؟ لا هل إيه انت قررت مثلا تتزوج او تشري بيت او تتوظف او تتقاعد وانت اثناء المشي؟ لا اله الا الله محمد رسول. اولا شيء انا اتشرف اني شفتك. الله يسلمك. واتشرف انك تقابلني. الله يسلمك. أنت هامة وقامة أعتز بها كإعلامي، أنت جامعة. الله يجزاك. والله العظيم يعني أنت جامعة، وأنا اللي أقولها إن شاء الله أنه في المشي قررت أتزوج. إيه. وقررت أنه أشتري لي بيت. يا سلام. وخلاص يكفي يعني، خلاص اشتهرت. يا سلام. طيب أنا أقول لك، أنا دائما أنا كتبت مرة مقال عن إبراهيم الفريان، وقلت أنه متصالح مع ذاته، وانه رجل يعني يقول انا احب الفلاشات وغيري يحبها بس يسوي نفسه ما يحبها. طبعا كثير لا يهمونك. طيب كلهم يموتون لو ما طلعوا في جريده او في قناه. لكن انا واضح وصريح. تصدق اني اعرف لك واحد بدون ذكر اسمه، صدق انه مستاجر غرفه وحمام في استديو. يتنقل من استديو لاستديو، من استديو اي والله جدا ماني بمزح. طيب انا انسان بسيط الحمد لله. شفت بساطتي اليوم. اي والله صورت والله مع الباكستاني وسلفت 50 ريال. من هو؟ أنا أقول لك. طيب رأيك الآن الاتحاد والهلال والنصر والأهلي، من حياخذ البطولات السنة؟ والله شوف أنا اعتقادي هي كلمتين. إيه؟ عشان نصلي. إيه؟ كأس الملك الهلال، الدوري الاتحاد. تصريحات خطيرة يا أبو، مسؤول عن كلامك؟ طبعا. تقدر تقوله قدام المحكمة؟ قوله لو تبي. طيب أبغى دورة بشماغك الحلو ده، والله كاشخ أبغى أكشخ فيه بالحلقة يوم من الأيام. ها والله تشرف. خلاص. أنا اللي أتشرف. خلاص. عبر قناتك. إيه؟ اني اكون عندك ضيف. الله يحفظك. عشان عشان تزيدني شهره. روتانا ترحب فيك، وبرنامج يا هلا بالعرفج باستمرار يرحب فيك. ابد ان شاء الله انتظروني. إيه؟ هو برنامج اللي هو يا هلا بالعرفج. يا هلا بالعرفج، يا هلا بالفريان، انتظروني ان شاء الله. كل التحية والشكر والتقدير للأستاذ إبراهيم الفريان، وأشكره مرتين، الأولى على قبول دعوة أهل بالعرفج، والثاني على كل ما تضمنوا يعني محتوى هذا الفيديو من إجابات لأسئلة العرفج. دكتور تعليقك. والله شوف ترى يمكن الناس يعرفون إبراهيم في محطته الأخيرة أبو صالح. أنا وأنا صغير في سادس ابتدائي أو أقل كنت أقرأ مقالاته وكتاباته في المسائية والما طلعت، كانت المسائية بعدين انتقل للجزيرة بعدين انتقل لمجلة النادي. مزايا إبراهيم الحقيقة كثيرة غير التصالح مع النفس، وهذا كتبته في مقال قبل 7 سنين. أيه. إنه بعض الناس مثلا يرسل لك على الخاص تكفى انشر لي وذا، هو لا قدام الناس يقول أنا ملك الفلاشات وكذا. الخطورة في إبراهيم والشيء الإرث الحقيقي في إبراهيم إن عنده مليون صورة، مليون صورة، هذه مليون مع الملوك ومع الأمراء والفنانين واللاعبين العالميين وغير اللاعب. يا أخي كفي إنه حضر 50 عام في الرياضة، حضر كأس العالم 5 مرات ما على حسابه طبعا، ما هو جهة رسمية ولا كذا، متواجد في النهائيات الآسيوية حقت الهلال. طبعا هو أكيد أنه يحب الهلال ويحب بقية الأندية، بس هو هلالي محسوب. أيضا أنا أيضا في نقطة ضعفي اللي دائما يمسكونها مني، سئل في عكاظ مرة قالوا له إيش سبب نجاحك؟ قال 40 سنة عمري ما قلت لأمي لا، خدمتها لين ماتت الله يرحمها ويرحم جميع أمهاتنا. أنا أعتقد هذا سر قبول الناس لإبراهيم، هذا الشيء المهم أنه عاش 44 سنة عمره ما قال لأمه لا. أنا أعتقد إبراهيم ظاهرة زي ما تفضلت أنت قبل الحلقة. طيب. تتفق معه في توقعاته للدوري والكاس؟ والله الكاس هلالي والدوري الاتحادي ولا كأنها صارت رواية منتشرة بالسعودية. أنا أقول لك إن شاء الله الكاس اتحادي والدوري اتحادي، لكن الهلال منافس بلا شك قوي، وأعتقد أنه إذا أخذ الاتحاد أخذ الدوري قد يرتخي
ويكسر الكاس بنص، لأن الهلال شوف الهلال شوف ترى 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 موضوع الكاس يعني ما هو بالسهولة أنك تتوقع كذا، لأنه الهلال حيقابل الشباب في دور الأربعة والشباب فريق ما هو سهل. الاتحاد حيقابل الفيحة، متوقع أنه يتأهل الاتحاد متوقع. طيب تقابلوا عن النهائي، ما في ضمان أنه الهلال حيهزم الاتحاد، يعني احتمال يفوز الاتحاد صح. يمكن الدوري ترشيحات الاتحاد للدوري واضحة لأن الفرق النقطي صاير كبير وكل الاحتمالات ترى مفتوحة. لا بس في ضمان، أنت قلت ما في ضمانات، في ضمان إيه؟ والله في ضمان. مشكلة الهلال، وأنا بالنسبة لي كاتحاد يقول لك مشكلة ولا هي فخر لكم إيه؟ إن الهلال لا يمكن يطلع في أي سنة خالي الوفاض، يستحي يروح لأهله بدون بطولات. وترى الواقع والمنطق يقول إنه الهلال إلى الآن طلع ببطولتين، لا لا بس حقق آسيا أيه وحقق السوبر. اي لا لا هذه عربيا، احنا نتكلم محليا الان عالميا أيه السوبر محليا ايه، لا بس في السعوديه يعني السوبر دوري وكاس يعتبرون أيه. الهلال عبر التاريخ عمره ما ابتعد عن البطولات، يا دوري يا كاس يا كاس ولي العهد. لذلك انا اقول لك شهيه الهلال الحين مفتوحه انه لازم ياخذ بطوله، وارجو انها ما تكون على حساب الاتحاد. طيب